أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة وفي إطار جهودها لتطوير التعليم الفني والمهني بالمرحلة الثانوية تعمل باستمرار على استحداث التخصصات الفنية والمهنية الملبية لمتطلبات سوق العمل مع تطوير المناهج الدراسية. أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم، إضافة إلى تعزيز الجانب التطبيقي من خلال برنامج تكوين للتدريب الميداني، والذي يستفيد منه خلال العام الدراسي الجاري 1812 طالباً وطالبة في 200 مؤسسة حكومية وخاصة. جاء ذلك لدى زيارته مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين، حيث اطلع على عدد من الورش والمختبرات الخاصة بتدريس التخصصات الفنية والمهنية بالمدرسة، والتي ضمت العديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي وفرتها الوزارة. كما اطلع الوزير على عدد من المشروعات الطلابية التي تم خلالها الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية. في ضوء توجهات سعادة وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم الصناعي وما يستفاد من الذكاء الصناعي وتوظيفه في التعليم الفني والمهني، حرصت إدارة التعليم الفني والمهني على توظيف هذه التقنية في أقسام تقنية الحاسوب وأقسام الإلكترونيات، حيث يستطيع الطلاب توظيف هذه التقنية في على سبيل المثال في توظيفها في الذكاء المنزلي، بإمكان استعمال البلوتوث في التحكم وتوظيف الأداة في تشغيل وغلق المكيفات على سبيل المثال أو الأجهزة الإلكترونية، كما يمكن توظيف تقنية برمجة الروبوت في شتى النواحي المنزلية وكذلك المصانع. وخلال الزيارة أشار الوزير إلى أن اهتمام الوزارة بالارتقاء بالتعليم الفني والمهني يرجع إلى أن تخصصات هذا القطاع تعد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، مبيناً أن الوزارة اتخذت خطوة التوسع في تطبيق التخصصات الفنية والمهنية لتشمل المدارس الثانوية العامة بعد تهيئة المدارس بالإمكانات. طبعاً من خلال توجهات الوزارة تنفيذ التعليم المطور اتيحت الفرصة للمدرسين بتطوير المناهج، من خلال هذا الشغل يعني الفرصة اللي اتاحتها لنا الوزارة قدرنا نضيف أشياء جديدة تواكب اللي هو سوق العمل. من ضمن هالأشياء يعني دخلنا جانب البرمجة، قمنا نركز على جانب البرمجة في تعليم طلاب الإلكترونيات من خلال استخدام جهاز الأردوينو وجهاز البي ال سي، وكل هالأشياء تعتمد على البرمجة، وطبعا الطلاب يقدرون يوظفونها بطريقة اللي هو تساعد في مشاريع مثل الأجهزة، التحكم الذكي بالأجهزة المنزلية من خلال السمارت فون، من خلال تقنية البلوتوث. وأضاف الوزير أن برنامج تكوين للتدريب الميداني يعد متطلبا أساسيا للتخرج من نظام التعليم الفني والمهني المطور، ويسعى إلى الارتقاء بمخرجات الطلبة في مجال تخصصاتهم الفنية والمهنية المتنوعة. والجدير بالذكر أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية معرضاً لمشروعات طلبة التعليم الفني والمهني، شهد تقديم 70 مشروعاً طلابياً متنوعاً بأفكار إبداعية متميزة.